زي ما حضراتكم عارفين، انتخابات الإعادة في نقابة المهندسين هيتم إجراءها يوم الجمعة اللي جاية دي، يعني كمان يومين، الأربع بكرة الخميس الجمعة انتخابات الإعادة. الانتخابات دي اللي بيميزها الحقيقة إقبال مهول من المهندسين المصريين على المشاركة فيها. الحضور جيد جدا خلال الجولة اللي فاتت واللي أجريت يوم 4 مارس لو حضرتك فاكر. اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين أعلنت مساء يوم الحد 6 مارس 2022 نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابة واللي جرت زي ما بقولك يوم الجمعة 4 مارس، شملت انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية. لمين؟ للي ما حصلوش على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة. احنا معانا على التليفون المهندس أحمد داود نقيب المهندسين في بورسعيد. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني تصوراتك أو تطلعاتك لانتخابات الإعادة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله إيه؟ وإن شاء الله يعني المؤشرات كلها بتشير لفوز المهندس هاني ضاحي إن شاء الله بإذن الله الجولة الجاية، لأن هو شعبيته طبعا شعبيته شعبية كبيرة يعني ما بين المهندسين، يعني حتى بأرقام الجمعة اللي فاتت بتشير لغاية. كويس. يعني هيبقى في مشاركة أكبر تظن من المشاركة اللي حصلت في الجمعة اللي فاتت؟ هو أعتقد هتبقى نفس المشاركة، يعني يمكن أكبر سنة بسيطة، لأن هو للأسف المهندسين طبعا لما بتطول فترة الانتخاب ناس بتتشغل وفي ناس بتعزف عن الانتخاب يعني. لكن المؤشرات رايحة ناحية المهندس هاني ضاحي بوضوح طبعا. وده شيء كويس جدا. طيب هو طبعا نتمنى طبعا ان المهندس هاني ضاحي يستكمل اللي بدأه، لأن هو في خلال الأربع سنوات الماضية يعني المهندس هاني قام بالعديد من المشروعات على مستوى المحافظات كلها، يمكن أنا بخص محافظة بورسعيد على أساس إن هي يعني المحافظة بتاعتي يعني. أيوه. فالمهندس هاني ضاحي اعتمد لنا يعني عن طريق مجلس الأعلى اعتمد لنا تمويل نادي المهندسين بورسعيد وعيادات تخصصية بنقابة المهندسين بورسعيد. عظيم. والعديد من المشروعات الجمهورية يعني. بالإضافة لتحقيقه فائض يعني 1.7 مليار، ما يقرب يعني من 1.7 مليار، ودي حاجة أول مرة تحصل في تاريخ نقابة المهندسين يكون في أول مرة. أي فندم. طيب ايه تاني؟ يعني انا عايز اعرف لما حضرتك قلت لي انا يهمني ان يكون المهندس هاني ضاحي باذن الله يعني يفوز بمقعده في انتخابات الاعاده ان شاء الله يوم الجمعه، يعني تنتظروا ايه اكتر من المهندس هاني ضاحي؟ مساله استكمال المشوار زي ما حضرتك اشرت يا باشمهندس. هو طبعا النقابه بتشتغل في العديد من المجالات بالاضافه للجانب الاجتماعي في الجانب المهني. المجلس الأعلى من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي ابتدى يتدخل في الوقوف جنب المهندسين في جميع أنحاء العالم يعني. عظيم. يعني كان في كذا مشكلة مع مهندسين في الكويت والسعودية، وصدر المهندس هاني ضاحي مشكورة إن هو يحلها بما له من علاقات. الحاجة الثانية الشغل المؤسسي طبعا، يعني احنا اول مره نشوف شغل مؤسسي في النقابه، الاداره نفسها اداره رشيده يعني. عظيم. وانا يعني اعتقد ان ده يمكن لاول مره بنشوفه في نقابه المهندسين من فتره كبيره. طيب رائع جدا، نشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر. المهندس احمد داود نقيب المهندسين المصريين. حد من زمايلي بيقول لي انت مكشر ليه؟ لا هو الشمس، اقول لك الاضاءه بس ضربه في عيني جامد.